السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسعد أوقاتكم يا أحباب، أتمنى يا رب تكونوا بخير. أهلا بكم، أحمد صالح، وفي صناعة الرسومات الإنفوغراف في برنامج مايكروسوفت باوربوينت. بلقاء اليوم رح نصمم لوحة من 5 خيارات إنفوغراف بطريقة جميلة ومبنية على خيارات الظل والإضاءة. ونحن مثل ما أنا شايفين فاتحين برنامج الباوربوينت، رح ننقر باليمين وبتوجه إلى تخطيط وبنختار شريحة فارغة. رح أنقر باليمين مرة تانية ونتوجه إلى تنسيق الخلفية، ورح نتوجه إلى خيار التعبئة المتدرجة. رح أحذف علامتين تدرج وأترك علامتين، الأولى رح أختار لون الأبيض والثانية لون الرمادي، وليكن معي بهذا الشكل. وبنختار زاوية معينة للإضاءة أو للتدرجات اللونية. رح نتوجه إلى قائمة الإدراج، ومن أشكال رح نختار المستطيل ذو الزوايا المستديرة. اضغط مفتاح شيفت من الكيبورد وبنكر مع السحب لأرسم معي مستطيل بزوايا مستديرة لكن متناسب الطول العرض، يعني أقرب ما يكون إلى المربع. رح نقلل شوي بانحناءات الزوايا وليكن بهذا الشكل، وبختار الألو يكون عندي إياه بدون إطار. نتوجه أيضا إلى قائمة الإدراج، ومن أشكال رح نختار المستطيل يلي زوايا العلوية فقط مستديرة. والآن بنكر مع السحب لأرسم فقط قطعة من هذا المستطيل، يعني بحيز معين، تمام، فقط الزوايا العلوية منها إيش مستديرة. ورح نختار الألو بدون إطار، وخلينا نعطي تعبئة تكون مغايرة للون الأساسي، وبنعمل من استدارة انعكاس عمودي. رح أنكر مع السحب لحتى نضعه بمنتصف الشكل ويكون معنا بهذا المظهر الجميل بالضبط. رح نحدد الآن الشكل الكبير، وبنتوجه إلى خيارات التعبئة وبنختار تعبئة متدرجة لكن بطريقة عكسية، يعني يكون عندي المنطقة الغامقة من الأعلى، تمام، والكاشفة من الأسفل بالضبط، يعني على تعاكس مع تدرجات الخلفية تماما. بنتوجه إلى الخط وبنختار خط متدرج، وبنختار يكون عندي أيضا من لونين. خلني أحذف علامتين، تمام. العلامة الأولى بختارها باللون الأبيض، والعلامة الثانية بنختارها باللون قريب إلى الأسود، يعني من هذه العائلة، تمام. طيب عندي العرض، وين العرض؟ هذا العرض رح نزيد شوي العرض ونشوف المظهر اللي حصلنا عليه، تمام. ممكن أنا من خلال الخط المتدرج أيضا أختاره بشكل زاوية، عفوا، من هذا المكان بشكل زاوية، تمام، حتى يكون محاكي تماما معانا إلى رسمتنا نحن قائمين عليها. رح نحدد الشكل الصغير وبختار منه ديبليكيت، أي نسخة تانية. بحدد الشكل الكبير، بضغط شيفت وبحدد الشكل الصغير، ومن دمج الأشكال رح نختار الطرح، تمام، لحتى نحصل الآن فقط على هذا المظهر. وبرجع برجع الشكل اللي قمنا بتكراره، تمام، إلى هذا المظهر حتى نحصل أيضا على هذه الحواف. الآن بحدد الشكلين وبختار كنترول زائد جي مع بعضهم البعض، وبتوجه إلى خيارات الظل، ومن الظل بناخد خيارات الظل إلى الأسفل، تمام. نزيد الضبابية شوي ونقلل الشفافية بعض الشيء، وإذا كان حبينا نشتغل بالمسافة للأسفل خلي تكون، تمام، وليكن معي الظل بهذا الشكل. رح حدد الشكل مثل ما أنا شايفين، وبتوجه إلى تنسيق الشكل، وعندي من استدارة بنختار خيارات استدارة إضافية، ومن الاستدارة بجي بختار بنسبة ناقص 40-45 درجة حتى أعمل التفاف يكون معي بهذه الطريقة. بجي بحدد الآن على الشكل الداخلي، وبتوجه إلى خيارات التعبئة وبختار تعبئة متدرجة ويكون معي من لونين. بتوجه إلى ألوان إضافية وإلى قياسي، لنختار أول لون وليكن معي هذا اللون، تمام. وبجي إلى اللون المقابل بختار نفس اللون، لكن رح نرجع إلى ألوان إضافية ومن مخصص، ونقلل بالكثافة اللونية عشان نحصل على تدرج جميل. رح نزيد المسافة شوي للون الأول، وربما بعض الشيء للون الثاني. الآن بختار كنترول زائد دي، نعمل تكرار للأشكال بحيث يكون المنتصف بالضبط. خلني أطبق الأشكال، أضغط مفتاح الشيفت وبنكر مع السحب، وأضغط مفتاح كنترول مع الشيفت وبنكر مع السحب. بحدد 3 أشكال وبحاول يكونوا بمنتصف الشريحة بالضبط. الآن بجي بختار ديبليكيت كنترول زائد ديم، وبسحب هذا الشكل على هذه المنطقة، تمام، وأيضا كنترول مع الشيفت وبعمل تكرار على هذه المنطقة. بيكون حصلنا على 5 خيارات إنفوغراف
جميلة. بحدد الكل وبعملهم ارتفاع للأعلى شوي بما يتناسب مع شريحتنا ونوزع بطريقة جميلة. كل ما هو بقي علي الآن أن أغير الألوان، يعني أنا بجي بغير مثلا عندي اللون البنفسجي تمام، وبجي إلى اللون الكاشف وبختار نفس اللون لكن برجع إلى الألوان الإضافية ومنقلل بالكثافة اللونية. تمام، برجع إلى الشكل التالي نفس المبدأ، خلني أختار اللون الأزرق الغامق وعندي اللون الأزرق الباهت بهذا الشكل. عندي مثلا بجي بختار اللون الخمري تمام، والنقطة الكاشفة بختارها من تدرجات اللون الأحمر، خلني فقط أنه أنا أقلل شوي من كثافته اللونية واللي يكون معي بهذا الشكل. أخيرا خلني أختار الألوان البرتقالية مثلا أو البنية، عندي هذا اللون تمام، وأيضا عندي ممكن أختار هذا اللون. وبعد ما انتهينا من وضع الترقيم والفقرات والأيقونات والنصوص ومنشوف شريحتنا أصبحت جاهزة للعرض على شاشات العرض بطريقة جدا احترافية، هذا هو كان محور لقائي مع حضراتكم اليوم. تكرموا من ضغط مفتاح اللايك وترك التعليقات وتعمل مشاركة لهذا الفيديو، وأترككم بأمان الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.